الآن نطلع المعادلة، إحنا اشتقينا معادلة أو رح نطلع هلا المعادلة العامة. هاي أهم معادلة أو أحد أهم المعادلات للدي سي ماشين. رح نيجي هلا هون. متذكرين السنجل لوب اشتقيناها؟ كل متذكر هاي السنجل لوب؟ فرضنا انه عندي سنجل لوب، في الحالة هاي اخذنا حالة خاصة، كان عندي بس 2 بورت، 1 بير اوف بورت. حطينا اللوب هذه هون، اللوب هون، فرضنا الكرنت كان داخل وطالع، واشتقينا معادلتين، ايش هم المعادلتين؟ ايش كان بهمني؟ في أي دي سي ماشين سواء جنريتر أو موتر في معادلتين مهمتين، واحدة للتورك وواحدة انديوس فولتج، ممتاز. طب والتورك مش هي مهمة للموتور والانديوس فولتج للجنريتر؟ هل هذا صحيح؟ لا، سنتين مهمة. كل موتور رح يشتغل كجنريتر، كل جنريتر رح يشتغل ك اوكي؟ ولما اشتقينا هاي المعادلة وجدنا انه عندي كان في كي لهاي المشين في كي. وكانت الاي انديوس بتعتمد على اوميجا وبتعتمد على فاي، ووجدنا كي، وعلى فكرة هي نفس الكي. اوكي؟ كي هاي هلا رح اثبت لكم انه الكي هاي هي نفسها للموتور افكت والجنريتر افكت. وهون كان عندي اي وفاي، متذكرين هذول المعادلتين؟ ولحالة اللوب هاي، هذه طلعت معنا كي 2 على فاي. الحالة هاي شو هي؟ اللي فيها 2 بولز 1 كويل ب 1 تيرن. هلا رح نشتق الجنر الحالة العامة، الحالة العامة الجنر رح افترض انه عندي زد بيساوي 2 عدد الكويلز رح اسميها سي. شو يعني عدد الكويلز؟ عدد القطع اللي زي هذول اللي شفتوهم امبارح، القطعة هاي اللي بنمسكها بنرفعها. هاي عبارة عن كويل واحد ونمبر اوف تيرنز بير كويل، لأنه احنا زي ما شفنا امبارح وهلا شفنا قبل شوي انه هذه ما بتكون لفة واحدة، بتكون عدد من اللفات، بتكون عندي مجموعة من اللفات. فعندي هون ان سي هي نمبر اوف تيرنز بير كويل، وسي هي نمبر اوف كويلز، واثنين، اثنين جاي من عندي اثنين، اوكي؟ عندي واحدة من سيليكون وسيليكون، فعندي اثنين من سيليكون وسيليكون. عدد اللفات بير كويل، يعني هاي لفة تعتبر، هاي لفة واحدة. عدد الكويلز اللي موجودة هذه بتعطيني زد، هاي بتعطيني نمبر اوف كوندكترز. وكل واحد من هذول الكوندكترز افكتيف راح ينوصل ان سيريز مع اللي جنبه. فالفولتج راح يكون التوتال من هذول الزد. بس ايش كان عندي في مشكلة امبارح؟ طلعنا اول امبارح شفنا. هذول ايش ممكن يطلعوا؟ ان بارلل، تمام. فممكن يكون عندي مجموعه من هذول، متذكرين هاي كل واحدة هذول قلنا اي واير او اي كوندكتر، لكن ممكن يكون في بارلل باث. اذا ايش بهمني اقسم زد على ايش؟ على عدد البارلل باث حتى يعطيني ايش؟ الانديوست فولتج. اذا عندي ايه هلا ايه ما راح ادخل كيف بتطلعوها، لانه بدنا شغل كثير، نشتغل شغل كثير حتى اقدر افرجيكم كيف تحسب ايه. ما في احنا عندنا وقت في هذا الكورس، فرح نفترض انه هذه هون نمبر اوف بارلل باث. بس قلنا استفدنا من البارلل باث، مزبوط احنا خسرنا بالفولتج بس كسبنا بالكرنت، بالكرنت كارين كاباسيتي. يعني انا لما بحط باث ان بارلل بزيد الكرنت كارين كاباسيتي، لما بحط كومبوننتس ان سيريز بزيد الفولتج. اوكي؟ وهذا موجود كمان في الفوتوفولتايك سيلز، نفس الفكره. الفوتوفولتايك سيلز بشبك فوتوفولتايك سيلز ان سيريز، شو بعطيه؟ شو بيرفع لي؟ الفولتج. وبحط فوتوفولتايك سيلز من هذول المجموعات ان بارلل، بيرفع الكرنت كارين كاباسيتي، فبصير اضرار. فانا ما خسرت، ما تقول انها ضيعت، ليش حطيت الباث هذول وخسرت فولتج؟ انت بالنهايه راح تاخذ كرنت، والباور في النهايه هي حاصل ضرب فولتج في كرنت. طب اذا هاي نمبر اوف بارلل باث، فاحنا بالاسئله اللي انا راح اعطيكم اياها راح اعطيك ايه؟ اذا جاك سؤال في الكتاب بقول لك احسب ايه، تجاوزه واعتبر انه ايه عندك. اوكي؟ افترض انه انا بالاسئله راح اعطيك ايه؟ راح اقول لك عدد البارلل باث، لانه عدد البارلل باث بيعتمد على نوع الوايندنج وبيعتمد على والبلكس المالتي بلكس او سمبلكس، ما دخلنا احنا بالتفاصيل بهذا. فراح افترض انه عندي هون هذول معروفين، هذا معروفين، فراح يكون معروف عندي عدد الكولز، راح يكون معروف عندي نمبر اوف كوندكترز. بدنا كمان نعرف طبعا عدد البولز، لانه هاي المشين كانت مشين بسيطه فيها 1 بير اوف بولز
انا راح اعطيك عدد البولز، راح نعرف عدد البولز. طبعا زي ما حكينا اذا كان عندي 4 بولز راح يكونوا مشبوكين بهذا الشكل، وممكن يكونوا بيرمننت ماجنت، ممكن يكونوا ايش؟ الكترومغنت. هي عندي 4 بولز ولازم يجوا البولز ان بيرز، فلازم يكون عندي 4 او 6 او 8 او 10 او 12. نرجع للمعادله الاساسيه، عندي اي انديوست، خلينا نطلع على اي انديوست من هون. اي انديوست لو كان عندي كوندكتر واحد زي متذكرين كنا نقول عندي اي انديوست راح تعتمد على الفيلوسيتي تبعته، خلينا نسميها سمول في بي اي وال. فكانت تزيد الاي انديوست في واير واحد تعتمد على طوله، تعتمد على السرعه اللي بتحرك فيها، وبتعتمد على الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي موجوده. محل V ايش راح احط؟ اوميجا ار، وراح اخلي هون بي وال من هون. هلا خلينا نطلع على الاريا، الاريا عندي هون فيها شويه اختلاف. قديش كانت الاريا تبعت البول فيس؟ متذكرين كنا نقول نحكي عن اريا بول فيس؟ لو بدي ارسمها بهذا الشكل هاي عباره هون عن نص الدائره او نص سطح السلندر، مش هيك؟ فعندي عرضه من هون ال، وبعدين بدي الاقي طول هذا السيركمفرنس، السيركمفرنس الكلي راح يكون 2 باي ار. فهي كاني عمالي بقول انه عباره عن المساحه الكليه مقسومه على عدد الحاله العامه، راح تكون المساحه الكليه هاي تبعت السلندر مقسومه على عدد البولز. هون كانت عندي باي ار، باي ار ال، ليش؟ لان هي 2 باي ار ال على 2، وايش 2 هون كانت؟ عدد البولز. اذا اي بول فيس راح نسمي شيء اسمه اي بول، وعباره عن الاريا توتال على عدد البولز. وهاي جاي من فكرة انه انا عندي عدد بولز واحد مثلا اثنين ثلاثة اربعة. الاريا هي السيركمفرنس هذا اللي هو 2 باي ار ال مضروب في 2 باي ار مضروب في ال، راح يعطيني الاريا الكلية، بقسمها على عدد البولز تعطيني الاريا بير بول. واحنا كمان راح نفترض انه اذا عندي انا هاي الاريا هيك بهذا الشكل، هاي الاريا راح نسميها بير بول، وراح افترض ان الريفلكس اللي طالع من هون هو فلكس، وراح تعطيني بي، فبي راح تصير في الحاله الخاصه هلا صارت اي في بي بتعطيني فاي، لانه راح افترض انه الفلكس اللي طالع هون من بول. واضحين هاي العلاقه؟ اوكي ماشي، فاهمين؟ مش الاريا كلها، الفلكس اللي طالع من بول راح اقسم هذا الفلكس على الاريا تبعت وجه البول بتعطيني بي، والبي اللي هي الافكتيف اللي موجوده. نعم. نمبر تصرف الباب هي كم انبوت تكون على الكمبيوتر يعني؟ لا لا، اعقد من هيك، عمليه معقده، مش بهالبساطه. لو انها بالبساطه كان اخذت لي نص ساعه وشرحت لكم اياها وخليتكم تحسبوها، بس بدها شغل، بدك تعرف شو يعني سمبلكس ودوبلكس، بدك تعرف نوع الوايندنج، لاب وايندنج او ويف وايندنج، مش بالبساطه. اوكي ما دونت وري اباوت تو ماتش. بعد ما ارسم الهاي كلها، بعد ما ارسم واشبك البرش، هاي برش وهي برش من هون، هذا الشكل راح يطلع معك بعد ما تصب. متذكر لما رسمنا الماشين البسيطة؟ متذكر هذا الشكل؟ وطلع معي 4E مش هيك؟ لأنه كان عندي هون E وE وE وE، وهذا كان عندي مش مشبوك في إشي، وهذا كان مش مشبوك في إشي، وكان هذا مشبوك في البرش وهون، وهذا مشبوك في البرش وهون. فلما جينا قلنا كم بارل باث عندي هون؟ هي واحد وهي اثنين. والفولتج شو صار عندي؟ 4E، بس انا عندي 4E هون و4E هون. عندي الكرنت، الكرنت بمر هون وكرنت بمر من هون، فبتضاعف الكرنت، بس الفولتج النهائي قديش كان؟ 4E. 2E من هون و2E من هون و2E من هون و2E من هون. هذا اللي بيهمك، بس تعرف عدد البارل باث. بس مش سهل اني اعطيك فورمولا اقول لك هو M في P، وM هو البلكس تبع الماشين، بس ما في حاجه، ما معناش احنا وقت، ما معنا وقت نشكل فيه. اوكي؟ افترض انه عندك انت عدد البارل باث معروف. هذا بهمك، إذا أنت فاهم هذا ما بينقص من فهمك، لأن أنت فاهم شو اللي بتحكي عنه، فاهم إيش هي إيه. بعدين ممكن تدخل بتفاصيل أكثر وتشوف كيف تحسب إيه. يعني إحنا بنقول هي زد. زد هي عدد هدول المشبوكين إن سيريز. بس لأنهم مشبوكين في 2 باث بدي أقسم على إيه؟ مشبوكين في 4 بارلل باث بقسم على 4. وهكذا ها؟ إذا صار عندي هلا هذا هون ضربت أنا باي آر في بي في إل. هلا هون بدي آخذ عفوا اوميجا، بدي احط في، بدي اخذ هلا ار في ال، بدي اضرب في 2 باي واقسم على 2 باي، بصير اضرب في 2 باي واقسم على 2 باي، بدي اضرب في بي واقسم على قديش الاريا عندي هون بير بول؟ اي بير بول بالحاله هاي
اللي هتساوي 2 باي ار ال على بي. مظبوط اللي هي هاي موجوده هون. اذا عندي هاي 2 باي ار ال على بي، هذا الجزء راح اخده زي ما هو واحط محله اي بي، فبصير عندي هلا اوميجا بي على 2 باي في بي عندي فوق، وهون راح يكون عندي اي بي، بس اي بي في بي بتعطيني 5، فبصير عندي هلا بي على 2 باي اوميجا اوميجا، هلا محل بي في اي راح احطها هون 5. بس هذا من واير واحد، انا كم واير عندي؟ زد، بس لازم اقسم على زد على اي، فبصير عندي هلا هذه هون زد اي انديوس بير واير، انا اي انديوس توتال بدها تساوي زد في بي على 2 باي اي، لاني ضربت في زد على اي وضل عندي جنبها اوميجا وفاي، هاي بتساوي كي اوميجا فاي، وكي بتساوي زد عدد الكوندكترز، بي عدد البولز مش بيرز اوف بولز، وهذه عندي هون 2 باي، واي عدد البارلل باث. فبشكل عام لاي ماشين، اي ماشين بكفي اني اعرف عدد البارلل باث واعرف عدد الكوندكترز وعدد البولز واقدر اطلع كي. اوكي ماشي، واضح الكي اللي هون. هلا صار عندي معادله اقدر احسب الاي انديوست للمشين، والاي انديوست بتنفعني بالباك اي ام اف في الموتور، وبتنفعني بالجنريتد فولتج بالجنريتر، فبحتاجها بالحالتين ما بحتاجها بس في الجنريتر.